القرآن الكريم. وصل القرآن الكريم إلى الأمة محفوظاً، وقد اجتهد العلماء في تسهيل حفظه وتلاوته اجتهادات كان من أبرزها تجزئته إلى 30 جزءاً، يبلغ عدد صفحات الجزء الواحد قرابة 20 صفحة، ليتمكن القارئ من ختمه في كل شهر، لا سيما في شهر رمضان المبارك. الجزء 29 من القرآن الكريم. اسم الجزء. يسمى الجزء 29 من القرآن الكريم بجزء تبارك لافتتاحه بهذه العبارة. بداية الجزء. يبدأ الجزء 29 بالآية الأولى من سورة الملك بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خاتمة الجزء. ينتهي بالآية 50 من سورة المرسلات بقوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. عدد سور الجزء. اشتمل الجزء 29 على 11 سورة، يبدأ بسورة الملك وينتهي بسورة المرسلات. عدد آيات الجزء. بلغ عدد آياته 431 آية. زمن نزوله. نزلت آياته في مكة المكرمة. أشهر قصص الجزء. تضمن الجزء 29 من القرآن الكريم جملة من القصص، من أبرزها قصة أصحاب الجنة، قصة الوليد بن المغيرة، قصة الثناء على الكرماء، قصة صاحب الحوت، قصة المؤتفكات. أجزاء القرآن الكريم. قصة أصحاب الجنة. جاء في تفسير الطبري: كان لرجل صالح بستان كثير الأشجار وافر الثمار، كان إذا حان قطافه دعا الفقراء وتصدق عليهم بثلثه قبل أن يبيع منه شيئا. فلما توفي هذا الرجل ورث أولاده بستانه. قرر الأولاد أن يقطفوا ثماره ليلاً كي لا يعطوا الفقراء من محصوله شيئاً. حذرهم أخوهم الأوسط من غضب الله عليهم بسبب حرمان الفقراء حقهم من زكاة البستان. لم يستنصحوا منه وأصروا على ما هموا به. وفي الليلة التي أرادوا فيها قطف ثمار البستان، أرسل الله صاعقة من السماء فأحرقت البستان ودمرت كل الأشجار والثمار التي فيه. طلق أصحاب البستان في الصباح الباكر لقطف ثمار بستانهم، وخرجوا مستخفين على حذر. فلما وصلوا إلى البستان هالهم الدمار الذي لحق به، وأيقنوا أن الله قد عاقبهم على حرصهم وبخلهم فأهلكه وحرمهم منه. ذكرهم أخوهم الصالح بما حذرهم منه ودعاهم إلى استغفار الله تعالى وأن ينوي الخير للعام القادم. استغفر أصحاب البستان وسألوا الله أن يقبل توبتهم ويعوضهم في العام القادم خيراً مما فاتهم. وقد قص الله قصتهم في آيات من سورة القلم. في
قصة أصحاب الجنة حكمة إلهية ودعوة للرحمة والصدقة والإنسانية، ومن التلاوات المعبرة عن معاني الآيات تلاوتها على مقام السجى الشرقي، نظراً لما يتمتع به من إمكانية إيصال معان مختلفة من الرقة إلى الشدة إلى الدفء والشجن. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أجزاء القرآن الكريم قصة الوليد بن المغيرة جاء في تفسير الطبري كان الوليد بن المغيرة من صناديد قريش وكبرائهم ومن أفصحهم وأعرفهم بكلام العرب وأشعارهم لما نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم جاء الوليد إليه وطلب منه أن يقرأ عليه من آيات القرآن فلما سمعه جذبته بلاغة القرآن الكريم وأيقن أنه كلام رب العالمين بلغ أبا جهل إعجاب المغيرة بالقرآن الكريم فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. فقل في القرآن قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئاً من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. وفتنه أبو جهل وأغراه. قال الوليد: فدعني حتى أفكر. ففكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت فيه آيات من سورة المدثر. في قصة الوليد بن المغيرة روحانية وشجن، وصراع نفسي بين صوتين متناقضين. ومن التلاوات البارزة لهذه الآيات تلاوتها على مقام الحجاز، نظراً لما يتمتع به هذا المقام من إمكانية إيصال أجواء روحانية فائقة التأثير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما لواحة للبشر. أجزاء القرآن الكريم. قصة الثناء على الكرماء. جاء في تفسير الطبري: عاش المسلمون في بداية الإسلام في قلة وخصاصة، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه المشركون عليهم في مكة المكرمة، مما اضطر الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعمل بسقاية النخل في بستان ليهودي مقابل مقدار من شعير. فلما فرغ علي من عمله وقبض أجره من الشعير دفعه إلى زوجته فاطمة عليها السلام لتصنع منه طعاماً ليأكلوه، فخبزت فاطمة عليها السلام ثلثه
فلما تم إنضاجه سألهم مسكين فدفعوا إليه الطعام. ثم عملت الثلث الثاني، فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه. ثم عملت الثلث الباقي، فلما تم إنضاجه جاء أسير من المشركين فأطعموه، وناموا طاوين من الجوع إيثاراً من أنفسهم. فأنزل الله في الثناء عليهما ومدح كرمهما آيات قرآنية. الثناء على الكرماء ثناء إلهي، فيه تعريج على صفاتهم، وفيه وعد بجنات الخلد. ومن التلاوات البارزة لهذه الآيات تلاوتها على مقام الرصد الشرقي الذي يتميز بإمكانية الاستغراق في أجواء روحانية بالغة العمق والتأثير. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا أجزاء القرآن الكريم. الدعاء مخ العبادة ومصدر السكينة والسعادة، به تطمئن القلوب وتفتح الدروب
لمرضاة علام الغيوب. اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو على أوليائك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو على أوليائك. اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأصلح لي شأني كله يا رب العالمين. وأصلح لي شأني كله يا رب.